السلام عليكم، معكم القناة ديال الأجنس العربية للعقار في مدينة الناظور. اليوم جبنا لكم العرض ديال واحد الشقة اللي كتباع حدا مسجد السنة. بالنسبة للناس اللي كيفكروا يكون عندهم الدار حدا المسجد، هذه شقة رائعة حدا مسجد السنة. هذا هو الشوارع كما كتشوفوا، الشارع بلاصة بعد الكارتين نقي بزاف، شوارع كبارين قبالة المسجد مباشرة. المساحة ديال هاد الشقة هادي 90 متر مربع، جاية في الكاتريام ايطاج، فيها جوج البيوت، حمام، صالون ومطبخ. عندها جوج الواجهات، دو فاصاد. هذه اللي شفنا الدخلة ديال العمارة، العمارة فيها لاسانسور المصعد، وكاين الدروج من هنايا. هذه الدخلة كما كتشوفوا، العمارة الصراحة نقية بزاف. فوالا كما كنشوفوا لاسانسور، دابا حنا حدا الشقة، حدا الكولوار فين كاين الشقة، يعني كاين ربعة ديال الشقق في الإيطاج. هنا الدخلة كاين فيها هاد لي بلاكار على حساب الحوايج. الشقة بالمناسبة راه كتباع مفرشة، يعني بكاع الأجهزة ديالها، يعني الثمن اللي غنعطيوه ديال الشقة كاملة موبلي مفرشة بالأجهزة ديالها بكل شيء. هنا في الدخله كنلقاو على يدنا دلي من واحد الصالون كبير، عنده الشرجم على لافاصاد الاولى اللي كتطلع للمسجد مباشره، فيه الكليماتيزور. والشقه بطبيعه الحال فيها لانستالاسيون ديال الانترنت، وحتى ديال التلفازه. الابارتومون عندها هذيك الميزه ديال جوج الواجهات دو فاصاد، فهي مشمشه ومهويه بزاف، كيدخلها الضوء بزاف. فوالا هذا هو الشرجم ديال الصالون، كيطلع على المسجد مباشره. هذا هو الامتياز اللي كاين في الطابق الرابع، شريطه تيكون في العماره لاسانسور وصافي، كيكون فيها واحد الامتياز ديال سون في سافيس، ما كاينش قدامك البني، يعني البني كامل كيكون هابط، كيكون المنظر كما كنقولوا فريج حنايا، ماشي بحال ملي كتكون كتحل الشرجم كتجي في العماره قبالتك ديريكت. هنا كاين الحمام، حمام كبير كما كتشوفوا معنا هنا، حاجه نقيه مزيانه بزاف. هنا دابا غادي نشوفوا المطبخ اللي عنده واحد البالكون صغير على لافاصاد الثانيه. حتى المطبخ كيتباع هكا، لي مارك غاليين بزاف بالنسبه للثلاجه ولا الفران، الاجهزه اللي كاينه صراحه واحد المطبخ رائع جدا. بالنسبه للناس اللي مهتمين بهذا العرض هذا، ما عليكم الا تتصلوا بنا بالرقم اللي كاين في اسفل الشاشه، اولا تزورونا لاجونس ديالنا اللي كاينه في حي النعناع، اقامه ايمن في الريد شوسي مدينه الناظور. نتوما الى عندكم شي عقار بغيتو تبيعوه اتصلوا بنا على نفس الرقم. ايضا اللي بغى يدير شي تقييم للعقار ديالو، عنده شي عقار بغى يبيعو وبغى يدير له التقييم شحال باش يقدر يبيع، فاحنا كنديروا واحد التقييم عبر واحد الشهاده اللي هي بروفيسيونال، اللي فيها الكاشي ديال لاجونس ديالنا. هاد الخدمات هادو كتلقاهم عندنا في اجونس زرابي للعقار. هذا هو البالكون اللي كاين على الفصل الثانيه، كان فيه المصبانه وشوفوا. فينيسيون ديال الشقة فينيسيون مزيانة بزاف، فيها الكليماتيزور في بيت النعاس، وفيها في الصالون المطبخ مجهز بكاع الأجهزة ديالو. هنا واحد الصالون صغير، بطبيعة الحال هي فيها جوج ديال البيوت، ولكن السيد اللي كاين فيها مفرش غير بيت واحد اللي دايرو بيت النعاس، وداير جوج صالونات، واحد كبير واحد صغير، لانه ما كيحتاجش جوج البيوت، ولكن اللي غياخدها يقدر يفرش جوج ديال البيوت، يعني يدير حتى هذا بيت. البيت الاخر عنده شراجم على دو فاصاد، يعني كاع الحوايج اللي كاع المطبخ او البيوت او الصالون كلشي عندهم شراجم على الواجهه، الا البيت الاخر عنده جوج شراجم، واحد على الواجهه الاولى واحد على الواجهه الثانيه، شراجم كبارين صراحه، واحد المنظر رائع.
هذا هو البيت اللي قلنا لكم مضوي بزاف، حاجة مزيانة بزاف. الشقة كما قلنا 90 متر مربع، كاتريا ميتاج، كتبع مفرشة حدا مسجد السنة مباشرة كما كتشوفوا معنا. بلاصة نقية بزاف وكالم، جاية قريبة على جميع المرافق، المسجد كما كتشوفوا، المحلات التجارية، الحمام، أي حاجة قريبة عليها تماك، حتى وسائل النقل قريبة عليها. الثمن ديال البيع هو 75 مليون سنتيم، الثمن ديال البيع ديال هاد الشقة 75 مليون سنتيم. كنتمنى من الناس اللي كيتفرجوا فينا كاملين يشتركوا معنا في القناة ويفعلوا الزر ديال الجرس باش دائما يوصلهم الجديد هما الأولين. كنشكركم مرة أخرى على المشاهدة ديالكم، ونتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله بحول الله.